يتجه حجاج بيت الله الحرام اليوم الأربعاء إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية استعدادا للتصعيد فجر غد الخميس إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأهم في الحج. يوم التروية الثامن من شهر ذي الحجة سمي بهذا الاسم لأن منى كانت محطة بين مكة وجبل عرفات يرتوي بها المسلمون بحصة ماء ويستريحون فيها قبل توجههم إلى صعيد عرفات. وفي يوم التروية يستحب التوجه إلى منى قبل الزوال أي قبل ظهر الثامن من ذي الحجة، حيث يصلي الحجاج هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء وأخيرا فجر يوم الوقفة. كما يستحب أداء الصلوات الرباعية قصرا دون جمع في يوم التروية، ولا يعد التوجه إلى مشعر منى في يوم التروية ركنا أساسيا من أركان الحج، بل هو سنة عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وبعد طلوع شمس يوم التاسع من ذي الحجة يمضي الحجاج إلى عرفات ملبين مكبرين وذاكرين لله للوقوف في صعيدها وتمضية أكبر ركن من أركان الحج.